في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1873 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1012 جنيه، وذلك في حين وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1180 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1348 جنيه، ووصل بناء على ذلك سعر الجنيه الذهب إلى 9440 جنيه. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط لتسجل الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات في شح الإمدادات، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.3% لتسجل 112.3 دولارا للبرميل. كما صعد الخام خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.4% ليسجل 109 دولارات للبرميل و77 سنتا. أما أسعار المازوت فقد تراجعت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 4.4 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 74% لتسجل 8.4% دولار لكل مليون وحدة حرارية.